موجود عندنا ابن اثخن واحد، هاتوا لنا ليفربول، هاتوا لنا انتر ميلان، هاتوا لنا هات دورتموند، اثخن واحد بدنا، احنا ما عندنا مشكله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. رجعنا لكم اليوم يا اخوان، رد فعلنا المباشرة على مباراة ريال مدريد سلتيك، الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. اليوم ريال مدريد بيلعب من أجل الصدارة أكيد والمركز الأول، بانتظار كمان مباراة لايبزيك وشاختار ومتأهل منهم. شاختار أكيد بحتاج للفوز للتأهل، لايبزيك محتاج للتعادل لحتى يتأهل يضمن التأهل. ريال مدريد من فوز والصدارة وبغض النظر عن النتيجة هذيك، يعني بفوز بتصدر وانتهى الموضوع، وباللاعب لو كنا متصدرين فباللاعب فريق من المراكز الثانية مثل ما تعرفون أكيد يا جماعة. فلذلك إن شاء الله الفوز عشان نضمن دور 16، ممكن يعني ما نلاقي فريق عملاق، ولو اني انا بتمنى انه نلاقي فريق عملاق مثل الموسم الماضي. سيناريو مش طبيعي يا ولد، على التمريره يا ولد يا اسينسيو، شوفي لمسه يد، ضربه جزاء يا معلم، ضربه جزاء الدقيقه الرابعه، ركله جزاء. اوه حكم اليوم، مش حكم، حكمة فرنسية، حكم اليوم فالفيردي كان بده يسدد، لا انا ابو التصوير بيده بس اقسم بالله ما عاد نعرف بيده ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. لوكا مودريتش على التنفيذ وليس رودريجو، يلا يا مودريتش لسه عم نفكر بالمركز الاول، مين بدنا نقابل؟ جوهارت الحارس، هاد جوهارت حارس مرمى مانشستر سيتي سابقا يا جماعه، وحارس كمان المنتخب الانجليزي بكاس العالم 2014 على ما اعتقد. نعم جوهارت، ولكن مودريتش المدير السحر الحلال حيحطها يا رب بسم الله. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لوكا مودريتش 1-0. ايوه احسمها من البدايه عشان تريح اللعيبه، خلاص احسم من البدايه، اول ربع ساعه نص ساعه 2-0 او 3-0، ولا تخلونا نبقى مثل كل مباراه. يا ولد يا مودريتش، كيف ضيعها هذا الياباني؟ خطيرة. شوف خلف الأظهرة، خلف الأظهرة المساحة، خلف كارفخال. والعرضية كمان ما في حدا مغطي على المهاجم. يا ولد يا مودريتش، شو التمريرة؟ يا الله يا فينيسيوس كالعادة ضيع. رودريجو. يا الله شو بيقولوا له، لمسة يد. يا الله يا فينيسيوس، شو عم يصير معه فينيسيوس يا جماعة؟ ركلة جزاء ثانية يا جماعة، ركلة جزاء ثانية. الحكم الفرنسية وبطاقة صفراء. نعم اليد خارج الجسد، ويعني حتى اللاعب ما اعترض، حتى اللاعب بدون اعتراض. رودريجو شويط يا اخوان، شويط وهادي. يا ولد يا ولد يا ولد يا رودريجو، يا ولد يا ولد. 2-0. ايوه 2-0. حلوين الريال. ايوه عشان تهدي لي اللعب وتريح اللعيبة، وأولهم فينيسيوس أولهم تريح لي. أيوة فينيسيوس فالفيردي معلم، المحركات الهجومية لريال مدريد، الدينامو الهجومي لريال مدريد. حلو يا وحش يا رودريجو، يا وحش أسينسيو. شو هاد يا ولد يا رودريجو؟ رجعت حليمة لعادتها القديمة، رجعت
حرام ما تكمل يا رجل، حرام ما تكمل لوحة فنية فسيفسائية. يا الله يا فينيسيوس، والله بده ضبط اعدادات، بده ضبط اعادة مصنع فينيسيوس. شو صاير عليه؟ صار مباريتين، صار مباريتين بالابطال. شو عم يصير معه؟ مباراة لايبزيك بالذهاب كمان نفس الشيء، ضيع فرصة هيك، هاي بالمباراة هاي الفرصة الثانية، فرصتين هو والمرمى، المرمى خالي يا اخوان، اقسم بالله حرام. انا بنزعج على فينيسيوس على اللاعب، والله بنزعج على فينيسيوس يا اخوان، ماني منزعج على الهدف، فينيسيوس بيعوض بس عشان بيعطيه ثقة بنفسه أكثر، إنه فينيسيوس بيعوضك. لا 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 لا، شو عم يا ولد يا كورتوا يا معلم، لا تخليه يا ولد، شيل قلبة. ليش 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 قام يصير ميليتاو يا اخي؟ ادي كروز يا اخي، كروز شيل يا زلمه، شيل بقوه يا ولد يا كورتوا يا معلم، وحش يا اخي بالمرمى، اقسم بالله وحش. لو غير حارس كان نزل بالارض، والله والله كان نزل بالارض وعدت من فوقه. ضربة جزاء، ضربة جزاء يا غبي يا مندي، يا غبي يا مندي، ضربة جزاء يا غبي يا مندي. والله شغالة ركلات الجزاء على ابو جنب يا معلم، شو فيه؟ ضربة جزاء ما شال الكرة، لا شالها. يلا كورتوا يا ولد، يا ولد يا كورتوا يا ولد، ايوه يا معلم يا كبير، شالها يا معلم يا ولد، كيف شالها تيبو يا معلم؟ وحش يا اخي بالمرمى، والله وحش، وحش يا اخي، وحش بالمرمى، وحش، مش حارس مرمى، وحش بالمرمى. نهاية الشوط الأول يا جماعة، 2-0 ريال مدريد عن طريق ضربتين جزاء. كورتوا صراحة كان يعني تقريبا نجم الشوط الأول، تصديين ممتازين بالإضافة لتصدي ركلة جزاء. الوحش البلجيكي يبقى الريال متقدم ب2-0. فينيسيوس والفرصتين الغريبة يا أخوان، أقسم بالله وينك، بده ضبط إعادة مصنع هاللاعب. شو طفال فردي، شو طفال فردي يا اخي؟ اسينسيو، اسينسيو يا معلم، الله عليك باليساريك المعتاد، اسينسيو الثالث، الله عليك، تسلم رجليك يا اسينسيو الثالث. 3-0 خلاص خلاص، هسه ريح انشيلوتي، هسه ريح خلاص، ريح الايطالي، ريح خلاص. هذه ثلاثة حلوين حلوين يا أخي، والله الريال هيبة يا زلمة، والله هيبة هيبة يا زلمة، ومشرف كل إسبانيا. العب الفالفردي يا ولد، يا فالفردي، صاروخ الصاروخ، الصاروخ المعتاد من فلفل. يا الله يا فينيسيوس، يجيب الصعب واللي يضيع السهل. فيني يا محلاها، يا محلاها، يا مجملها، يا محلاها، الصعب بيجيبه السهل بيضيعه، فينيسيوس جونيور اللمسة يا عمري خطفها من الحارس، خطف 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 الكرة، خطف جونيور الجوهرة البرازيلية. يا ولد شوف شوف فالفيردي والاسيست، يا السلام عليك، سحر الله، تصدق هاي حطها فينيسيوس والفرصتين اللي ضيعها اللي بالشوط الاول، تصدق ما تصدق، حط اللي قويه جايه، العرضيه القويه اللي متضايق فيها، في لاعب متضايق وفي قدامه حارس ممكن تعدي، عدت من الحارس ممكن ما تعدي من الحارس، حط هاي وسبحان الله ضيع الاثنين اللي مرتاح فيها والجول مفتوح. اسكيس فالفردي،
والفردي الصواريخ 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 فيدريكو يا معلم، فيدريكو يا معلم، فيدريكو 5-0 خلاص إلا يبصم. إذا ما بصم فيدريكو فالفردي خلاص بده يبصم إما بالصناعة أو بالتسجيل بكل مباراة يا إخوان. أفضل لاعب بالعالم حاليا بهالتوقيت هذا من بداية الموسم تقريبا أفضل لاعب بالعالم فيدريكو فالفردي، مش طبيعي يا أخي مش طبيعي. الأوروغوياني المدفعجي، مدفعجي يا إخوان مدفعجي، صواريخ توماهوك عابرة للقارات بكل مباراة يرسلها، مش طبيعي مش طبيعي فيدريكو. شو هالجول هذا؟ جوتسه حطها في العارضة. صدها وفاتت، صدها لمسها. يا اخي قوم يا اخي ناتشو يا اخي نط مع اللعيبة، ليش واقف يا اخي؟ حرام عليك يا رجل، نط يا اخي نط، انت ليش حاطينك بحاية الصد؟ ناتشو نط مع اللعيبة، كان ضربة براسك. الله عليك يا كريم. يوه الله يا بنزيما، يا الله لو معدي، يا سلام. شوف ابو ابراهيم، شوف كيف بتلاعب بالمدافعين ابو ابراهيم يا ولد يا ولد. سيبايوس بيرجعها حلوه. سينسيو ليش شطت يا سينسيو ليش؟ نهاية المباراة يا اخوان 5-1 الريال يكتسح سيلتيك بالبرنابيو. مباراة كبيرة من ريال مدريد، خصوصا من كورتوا، من اسينسيو، من فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي كالعادة، والصاروخ اللي يحطه بكل مباراة بمرمى الخصوم. لايبزيك بتأهل كمان يا اخوان، فاز 4-0 على شاختار في بولندا. ريال مدريد راح صعد متصدر المجموعة أكيد، راح نلاقي ثواني من باقي المجموعات، عندنا 7 خيارات بالنسبة للمجموعات. ريال مدريد يا إخوان بيشرف الكرة الإسبانية كالعادة، إسبانيا وقت اللي تتسكر البيبان قدامها تتلفت للزعيم للإمبراطور ريال مدريد. أنقذ السمعة يا مدريد، والريال لحاله بكفي ووفي عن مش عن 4 فرق، عن 10 فرق ريال مدريد يكون خصوصا بدور الأبطال أوروبا. عطونا أثخن واحد بالخيارات اللي موجود عندنا، بدنا أثخن واحد. هاتونا ليفربول، هاتونا إنتر ميلان، هاتونا ميهات دورتموند، أثخن واحد بدنا. إحنا ما عندنا مشكلة نطلع أول نطلع ثاني، ما عندنا مشكلة، والموسم الماضي خير دليل على هالحكي هذا. باريس ثم تشيلسي ثم السيتي ثم ليفربول، نحن ما 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 ما, ما بنمزح ابدا، ما عندنا يوم مرحميني، نضرب بالثقيل، ما عندنا اي مشكله. فهاتونا ليفربول اثخن واحد فيهم. تحياتنا لكم، هلا مدريد، السلام عليكم.